السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. ان شاء الله اليوم راح نكمل حل يونت 3. وصلنا صفحه 61. ادي طلاب ما بي حل شيء مهم، نكمل. وصلنا لسن 6 الدرس السادس. Match the beginnings and the endings of Mustafa's sentences. هاي هنا عندي جمل عن مصطفى، لازم توصيلات. اوكي، البدايات مع النهايات. عندي من نمبر 1 لحد نمبر 5 خمس ارقام، وعندي خمس حروف، فراح نوصلهن مو بكيفنا حسب المعنى. نمبر 1، I would have trained as a pilot. انا سأتدرب كطيار. If I had passed، اذا اني عبرت او اجتازيت. جواب يا حرف E، the eye test، اختبار النظر. نمبر 2، I would have been a doctor. انا ربما سأصبح دكتور. If I hadn't been، اذا اني لم او لا. الجواب B، scared of blood، أخاف من الدماء. سأصبح دكتور إذا أنا ما أخاف من منظر الدم. Number 3، I might have become an engineer. أنا ربما سأصبح مهندس. If I hadn't been، إذا أنا لم. Scared of heights، أخاف من المرتفعات المباني العالية. سأصبح مهندس. Number 4، I would have stayed in the police force. أنا ربما سأبقى في الشرطة، قوة الشرطة. If I hadn't been، إذا أني لم أصبح. So unfit، يعني شنو؟ ليس رشيق جدا. أوكي، يعني صرت سمين، راح أبطل من الشرطة. إذا ظليت رشيق لا، أظل بالشرطة. Number 5، I could have been a good tour guide. أنا ربما أستطيع أن أصبح مرشد سياحي جيد. If I'd spoken، إذا أني أتكلم. More languages، المزيد من اللغات. أوكي، إذا عندي لغات. واضح طلاب؟ هاي يجي توصيلات. نكمل البي. Make sentences in the third conditional. ها، اعمل جمل في حالة اف الشرطية، الحالة الثالثة طلاب. By putting the verbs in the correct form، بوضع الأفعال في الصيغة الصحيحة. Number 1 هو حالها. Number 2، if we had left، الاف نزلت، الوي فاعل، جبت من عندي. Had leave، شنو التصريف الثالث مالتها؟ left. A little، تكملون. Number 3، we نزلته. Wouldn't have eaten، ليش جبت wouldn't؟ لي عندي نوت. Wouldn't have eaten at the restaurant، وكملون الحل. Number 4، I would have studied medicine if my parents had had. استاذ سؤال، شنو يعني had had؟ شوفوا طلاب، الهاد الأولى بالجملة، هاي أجيبها من عندي. أوكي، الهاد الثاني، هاي سؤال وزاري. الهاف شنو التصريف الثالث مالته؟ had. تمام، enough money، وتكملون. Number 5، what would you have done if nobody had، هجبتها من عندي. والكم شنو التصريف الثالث مالته؟ كم، واضح نفسه. To rescue you. Number 6، الفاعل we ينزل. Would have died، الداي يموت، حولناها تصريف ثالث او موت، died، وتكملون البقية. Number 7، if Salwa hadn't told me about the new time for the class، الفاعل شنو؟ I، جبت من وراي would، وراها جبت have، البيش حولته تصريف ثالث بي. طلاب هاي الشغلات تلقونها راح اشرحها بالقناة اف الشرطية. اوكي، موضوع مهم جدا. نكمل السي. Complete these sentences، اكمل هذه الجمل. In the third conditional، في حالة اف الشرطية، الحالة الثالثة. Use an appropriate verb in the correct form، استخدم الفعل المناسب. Number 1، I wouldn't have missed the plane if I hadn't got up so late. I hadn't got up so late. Number 2، we wouldn't have come there if we'd، يعني we had أو we would، known about the snakes in the bushes. طلاب هاي دي اختصار مال ود. اوكي، هاي ود، وتيجي اختصار مال هاد ايضا، هنا جاي مال ود. نمبر 3، if we had looked at the map we wouldn't have got lost. نمبر 4، if I hadn't had the operation I would have died. نمبر 5، you wouldn't have broken your ankle if you hadn't worn those ridiculous shoes. Number 6,
If you had stayed in bed and rested, you would have got better more quickly. Number 7. She wouldn't have got sunburned if she had worn, هاي عفوا مجال عود, had worn a hat. Number 8. They would have won the match if their best player hadn't been sent off. طلاب هذا السؤال السي شنو معلومات من عندكم؟ اوكي عاد تكملون, يصير غير جواب يصير لكن لازم نفس المعنى. تمام نكمل حل. وصلنا لسن 7 الدرس السابع بعدنا بيونت 3. عندنا ذني كلمات allergies حساسيه, details تفاصيل, diet يعني النظام الغذائي diet رجيم, medical طبي, permit يسمح. اوكي طلاب هاي هنا عندنا معلومات بس اكتبوهن ما بي شيء مهم. student احمد البغدادي 4/15/1999 details dietary medical allergies هاي ما يحتاج ما بي في شيء permit. اوكي ما بي في شيء مهم بس اكتبوا الحل واغلب المدرسين ما يطلبونه. نكمل البي, البي ما عندنا بي حل هنا, والسي ما عندنا حل, ولهنا نتوقف وان شاء الله نلتقيكم المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.